بصراحة في فرنسا يعني ما كنت أتوقع نهائياً هالتعامل، التعامل السيء، تعامل سيء جداً. يعني لا جابوا لنا مساعدة، يعني فوق هذا الكرة اللي جاي أشوفها هنا شيء مستحيل. يعني كرة يكرهونا كرة، هاي يعني ربما مو كلهم بس اللي نشوفه هنا. يعني ما أتوقع أن فرنسا دولة، يعني دولة كبيرة و عدد الديمقراطية هنا يعني صدارة، لازم مو لو ينطوني قصر، لو ينطوني إيش قد أبد ما أبقى في فرنسا. يعني ما عندي إني باقينا أشكرهم، أشكر فرنسا إذا تحملونا بعد فترة، بس حتى نطلع نروح. هذا اللي نريده من فرنسا، كل شيء ما نريد من عدها، لا كامب جديد نريد ولا نروح الكامب الجديد ولا نريد منها أموال، كل شيء ما نريد منها، فقط يصبرون علينا، يصبرون علينا شوية حتى الناس يطلعون ونشكرهم.